بها نفرز مع بعض كل شيء وعكسه وهتبقى الصورة واضحة جدا. كل شيء وعكسه، لكن في كلام كتير فيه مغالطات محتاج هزة عشان نبين الغث من السمين. الكلام المهم جدا، محمد العاصي المدير التنفيذي لنادي الميريا الأسباني، نادي الميريا الأسباني المملوك لتركي آل الشيخ، قال أنا عرضت في مداخلة تلفزيونية في برنامج الماتش مع الزميل هاني حتحوت، قال أنا عرضت إيفونا على الأهلي. كلام برضو خطير، فمن ثم محتاج الهزة دي أو الفرز. قال أنا عرضت إيفونا على الأهلي ب400,000 دولار فقط، لكن للأسف الأهلي تعاقد معاه ب2 مليون دولار، ب2 مليون دولار، وأنا عرضه ب400,000 دولار. ده لما يكون هو اللي عرض اللاعب برقم زي كده. الكلام لما بيتسمع مفهوم رايح فين يا باشمهندس؟ شوف هو بس كمل، لان في حاجه وقال هتوضح الكلام وترد قال عليه. كمان ان الاهلي حدد مبلغ 22 مليون دولار لبيع وليد ازارو لاحد انديه الصين، وده كان مبلغ كافي جدا للتعاقد مع 4 مهاجمين. قبل ما في النص قال حاجه مهمه جدا، توضح علاقته بالمسؤولين في النادي الاهلي. لحد كده انت ممكن تقول ما هو قال تابع في تصريحاته. ايوه، قال انه عرض احمد حجازي على الاهلي وعلاء عبد الصادق مدير الكره وقتها رفض لاصابه اللاعب، لكنه نجح في اقناعهم بالتعاقد معاه بعد حديثه مع المهندس محمود طاهر. أيوة، رئيس الاهلي في هذا التوقيت. طيب انت بتقدر توصل لرئيس النادي انذاك، ها، وبينك وبينه علاقه تسمح لك انك تخليه في قناعه بالطرح اللي رفضه مدير الكوره. كويس؟ مع كان الكابتن علاء مدير الكوره وقتها يعني. طيب لما انت جبت ايفونا ب400,000 دولار، ايه اللي حصل؟ ما كلمتش رئيس النادي ليه؟ او يعني ايه اللي حصل؟ كلنا عارفين ان اللي جاب، اللي كان ماشي في موضوع ايفونا، كان الاستاذ هيثم عرابي، وكان قاعد هناك لان وقتها اتعمل مزاد بين الاهلي والزمالك على اللاعب، قاعد لمده قرابه الشهر عشان يخلص اللاعب يعني، وعمل مجهود كبير جدا لحد ما عرف يخلصه، والناس احتفلت بهذه الصفقه. والاهم من كده، كان ممكن جدا ان انا انزعج من اللي بيتقال ده، لو ان اللاعب ده، اللاعب اتباع بعد موسم ب8 مليون دولار لاحد الانديه الصينيه. فالكلام مش عارف ايه المقصود بيه، انا ما اقدرش احكم، انا ما كنتش موجود في الفترة دي، لكن أنا لما بحلل الأمور واربطها مع بعض، بس الجزئية اللي أقدر أتكلم فيها لأن أنا كنت جزء منها. وليد أزار، وليد أزار هو بيقول لك إن إحنا طلبنا 22.5 مليون دولار في وليد أزارو. أنا اجتمعت أنا وكابتن محمد فضل مع الأستاذ العاصي، ودي أول ودي أول وآخر مرة يعني نقعد مع بعض ونتكلم، يعني ما كانش حصل لي الشرف اني اتواصل معاه قبليه، ولا حصل لي الشرف بعدين. وكان موجود معاه راجل بيمثل الشركه الانجليزيه اللي هي بتخلص الموضوع وبتجيب الرعاه اللي هيتحملوا الصفقه. ما حدش قال 22 مليون دولار. الاتفاق كان على 10 مليون دولار. ولما جينا ننفذ قالوا هندفع 5 دلوقتي، وخمسة كمان عدة أشهر، قرابة سنة يعني 9 أشهر حاجة زي كده. فإحنا قلنا له ما إحنا عايزين 10 على طول. الراجل بيكلم الشركة بره، المستحيل هذا يحدث. قلت له خلاص ممكن تجيبوا لنا، أنتوا ليه عايزين تعملوا كده؟ فالراجل قال، والأستاذ محمد جمال أكد على المعنى ده، اصل الشركه اللي المسوقه للاعب هتاخد فلوس الرعاه في التوقيت ده، فهتاخد من فلوس الرعايه تدفع للنادي الاهلي ال5 مليون التاني. قلت له كده تبقى محلوله، يبقى الراعي يضمن هذه الصفقه عشان ما اخشش في خلاف. قالوا لا، اندهشت جدا،
طب لا ليه، اذا كنت انت بتقول انا جاي لي فلوس من الرعاه في التاريخ ده حدها لك، خلي الراعي طرف معانا ويمضي معانا على هذه الاتفاقيه. يبقى احنا خدنا الخمسه دلوقتي، هناخد الخمسه التانيين في التاريخ اللي الرعاه هيسددوا فيه المبلغ، وطالما الرعاه ملتزمين معاكم يبقى التزموا معانا. المهم تم رفض هذا الكلام، ووقتها اتقال ان ما كانش فيه جديه في الموضوع، وكان في حاجه مش مفهومه يعني. لا كان 22 مليون ولا كان فيه الاهلي غالى في الطلبات. علشان النهارده لما هو ليه بيتقال الكلام ده؟ ان انت ما قبلتش الخمسه، شوف دلوقتي طلبت 22. يعني هو المقصود كله انك انت تقعد ترمي علامات استفهام ايوه حوالين موقف النادي الاهلي، ويتقال الكلام مقفول، فتبقى النتيجه تبص في السوشيال ميديا تلاقي الناس اللي عايزه تلوم مجلس اداره النادي الاهلي وتلوم الكابتن محمود الخطيب جاهزه. الحق ده جابوا ايفونا ب 2 مليون دولار وكان ممكن يجيبوه ب 400، وده اللي جابه هو اللي قال، ويطلع الكلام بهذا الشكل. استغربت جدا لانه الحقيقه اتوقع لانه الحقيقه ان يطلع كابتن الاستاذ هيثم يفسر هذا الكلام. يعني للتاريخ الاهلي جاب ايفونا يوم 11/7/2015، مجلس إدارة الكابتن محمود الخطيب انتخب في 30 نوفمبر 2017، يعني بعدها بسنتين ونص. فانتوا متخيلين الفرق، انه في حد مش موجود في النادي قبلها بسنتين ونص، لكن اللي عايز يشيل الليلة دلوقتي وعايز ياخد جزء يحطها في الصورة يبقى اتعرض ب 400. لا، مجلس الإدارة ما كانش موجود، مجلس الإدارة السابق مؤكد أنه عمل لصالح النادي، ومؤكد أنه كان عنده حيثيات، ومؤكد عنده الفرصة إن شاء الله. أنا حاولت أتواصل مع الناس اللي كانت موجودة وقتها عشان أستوضح إيه اللي حصل بالظبط، ما تمكنتش. لكن زي ما بقول لكم، لا، المسائل كانت في منتهى الانضباط، سواء المجلس السابق أو المجلس الحالي. يعني هو عرضه ب 400 ألف، بس أنا فاكر وقتها الأستاذ هيثم كان بيعمل رسائل من المغرب تقريبا يومية، إيه اللي بيحصل؟ اتصلوا برئيس النادي، اتفقنا مع رئيس النادي، انا كده خلاص امنت اللاعب. اذا كان الديبيت ده هو اللي علل القيمه، ان كان في حد بيزايد عليك. انا ما اقدرش اقول ان الاستاذ محمد جمال يعني قطعا هو يعني هصدقه، يعني ممكن تبتدي اي حاجه برقم لكن الظروف توصلك الى ارقام مش منطقيه. لكن هل في الاخر كانت صفقه خاسره؟ دي كانت صفقه رابحه فنيا وماديا بكل المقاييس. يعني حتى يعني اذا كنت انا راجل مهما بلغت اعتراضاتي في بعض الامور، لا انا احسبها كريدت للمجلس اللي طبعًا عمل من اهم الصفقات اللي اتعمل. ما باعوا ب 8 مليون طبعًا. اقدر الومه في ايه؟ صحيح. ده انت بالعكس لو كنت سبته بقى بال 2 مليون وراح حته ثانيه، ويجوز الاربعه دول قبل ما الزمالك يدخل كمنافس وقبل المزاد ما يتنصب. ما هو 100%. مش 100% طبعا. لكن انا بقول لك لو انت بقى ما خدتوش، ها؟ عشان كان يعني حد يطلع يقول لك انا عرضته بكذا. طب وكان راح حته ثانيه واتباع ب 8 مليون بعديها بكام شهر، كان اتقال عليك ايه؟ صحيح. انت تفتقر الى الاحترافيه المهنيه وبعد النظر، ومين العين اللي بتتفرج، ومين الناس اللي بخلانه، ومين الناس اللي ما بتعرفش تقرا حسابات المستقبل والتسويق السليم. لكن بمعيار التسويق السليم جبت حاجه باثنين بعتها ب 8 بعد عده شهور، دي كام في الميه؟ يعني 400%. صحيح. ها؟ طيب، رينيه فايلر اعلن اليوم اختيار قائمه الاهلي